أن أبدأ في حديثي عن السيرة النبوية الطيبة. أما الأولى فهي طلب من أخ مسافر أن ندعو ونترحم على أمه التي توفيت في أمريكا، لأنه ليس حولها الكثير من المسلمين، فنترحم عليها ونسأل الله تعالى أن يغفر لها ولأموات المسلمين أجمعين. بخاصة يا أيها الأحبة المسلمون الذين يكونون في بلاد بعيدة، ينبغي علينا أن نذكرهم بشيء من دعائنا، فإن الجو الذي يحيط بهم لا يساعدهم على الاستمرار في طاعة الله عز وجل، فلذلك هؤلاء يستحقون منا دعاء مستمر أن يثبتهم الله تعالى على الدين وأن يرحمهم إذا ماتوا، ويرحمنا جميعا ويرحم أموات المسلمين. هذه الحادثة تذكرنا بما مر معنا في السيرة من قصة النجاشي الذي أسلم ثم توفي بعد ذلك، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على الغائب. المسألة الثانية، أيضا سألني بعض الإخوة عن الحجامة، لا عن تفصيل أحكامها، وإنما أنه كان صائما صيام نفل فاحتجم، فقرأ أن الذي يحتجم أن الحجامة تفسد الصوم، فهل هذا صحيح؟ الإجابة لا، لكن هل هناك حديث يشير إلى ذلك؟ نعم. قال: كيف هذا إذن؟ كيف نقول بعد أن ثبت الحديث بأنه أفطر الحاجم والمحجوم بأنه لا تفطر الصائم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم كما ثبت في الصحيح. قال: شلون هيك عكس بعض؟ ما في شيء عكس بعض في ديننا، وإنما هناك متقدم ومتأخر وناسخ بس. فلذلك دائما ما أذكر الإخوة بأن بعض طلبة العلم، أقول بعضهم أو بعض الناس الذين لا يريدون خيرا، يذكر للجالسين أو للحاضرين أو هو مثلا في درس أو كذا، يذكر لهم شيئا ولا يذكر لهم الآخر، فيسمعون منه فيقولون هذا هو الحكم الشرعي، ويستدل بحديث لكنه لا يذكر الحديث الآخر في نفس المسألة أو في المسألة نفسها، فيضيع الحاضرين ويؤذيهم من حيث يدري أو لا يدري. تلك مسؤولية من يقول أمام الله تعالى. في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصائم عن الحجامة، ثم بعد ذلك أذن وأجاز ذلك. سبب النهي عن ذلك أنه خروج الدم من الجسم يضعف الصائم، والصائم يحتاج إلى قوة حتى يتابع صومه. لكن في آخر الحياة النبوية احتجم، وقال جمهور أهل العلم أن هذا جائز لمن لا يضعفه، فإن كان يضعفه فهو يكره له فقط. على كل الأحوال إذا لا يفطر الصائم. لعلي نحيان الله يوما آتي على مسألة الحجامة، لأنه بين الحين والحين وبخاصة في وقت الربيع يعني يكثر السائلون عنها وعن قضيتها، وهل هي سنة مطلقة أم سنة مقيدة، وما أحكامها وما تفصيلاتها، وهل لها أيام محددة. أقول إن أعانني الله سآتي إن شاء الله تعالى على ذكر لذلك فيما بعد. نحن كما تعلمون نتكلم عن سيرة سيد الرسل الكرام صلى الله عليه وسلم، وقد فرغنا من قصة غزوة خيبر، وسندخل اليوم في قصة غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة سميت لأن ما جرى فيها شأن عجيب، سميت ما عدا غزوة ذات الرقاع بأسماء عديدة، على رأسها سميت باسم غزوة الأعاجيب لما جرى فيها من عجائب، وسميت بغزوة أنمار، وسميت بغزوة محارب، وسميت بأسماء أخرى، لأن هؤلاء محارب وأنمار هم القوم الذين حاربهم المسلمون فيها، فلذلك لها عدة أسماء في السيرة، من يمر عليها قد لا يعرف أنها اسم لمسمى واحد. غزوة الأعاجيب هذه أو غزوة ذات الرقاع كانت مع الأعراب،
وقد مضى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بأن أوقف قريشا وهم ألد أعدائه المشركون من قريش، أوقفهم عند حدهم فيما جرى له من صلح الحديبية، بمعنى توقفت الحرب معهم 10 سنين، فاطمأن المسلمون وبدأوا يتفرغون لأعمال أخرى مهمة أيضا، منها كما تذكرون إرسال الرسل إلى ملوك الأرض. إذن تفرغ من أقوى وألد أعدائه. كان أعداء المسلمين يا أيها الأحبة في العصر النبوي مجموعات، ألدهم وأشدهم هم المشركون الذين يقيمون بمكة، أعني قريشا، ويلحق بهم اليهود الذين كانوا قبائل وطوائف متعددة، وآخرهم من ذكرناهم فيما مضى من أيام هم خيبر، وثالث أعدائه هم الأعراب المتفرقون في أرجاء الجزيرة العربية من الكفار طبعا، لأن بعض الأعراب أسلموا. فأكرم الله تعالى نبيه بصد المشركين في صلح الحديبية، ثم بصد اليهود وإنهائهم والقضاء على شرهم في خيبر، فتفرغ للعدو الثالث وهم كما قلنا الأعراب. الأعراب كما وصفهم الله تعالى أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ما شأن الأعراب ومن هم الأعراب بتعريفنا؟ بعض الناس أصلحهم الله وهداهم إن كانوا مسلمين، لأن بعض المسلمين يقول هذا، وبعض أعداء المسلمين يقول هذا الكلام. قال مسلمين يقولون قولا لأعدائهم، نعم كما قلت أصلحهم الله لأن بعضهم مغرر به. يقولون إيش يقولون القول الخاطئ؟ يقولون في القرآن نوع من الطائفية. قال كيف طائفية؟ يعني القرآن فيه قال نعم يذم الأعراب. أليسوا بشرا؟ أليسوا مجموعة؟ أليسوا طائفة؟ لما يذمهم؟ لأن الله تعالى وصفهم بأوصاف، فلو تخلوا عنها لما ذموا. هذه هي القضية. لماذا؟ لأنهم بعيدون عن العلم، كثيرو الشر والأذى. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل، في روايات متعددة للحديث. من بدا يعني سكن البادية، نعم جفا أصابه الجفاء. لما؟ لأن الجو جو البادية يعلم على القسوة، يعلم على الشدة. إنسان يعيش فوقه السماء وتحته الرمال، ليس بقربه أحد، ماذا سيكون؟ سيكون لطيفا ناعما، سيكون قاسيا. طبيعة الجو تعلم القسوة، هذه واحدة. ثانيا في تلك الأمكنة الخالية من الناس إلا النادر، وفي ترحل الأعراب بين مكان ومكان، أين سيجدون العلم حتى يتلقوه ويتعلموه؟ لا يوجد. فهذا سبب ذم الأعراب لأوصاف اتصفوا بها، وهي قلة العلم والقسوة والجفاء. لذلك استثنى الله تعالى من الأعراب، قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. لذلك الذي لا يتصف بتلك الصفات ليس مذموما. فأصلح الله من المسلمين من يتعدى على الدين من حيث لا يدري، يتلقف كلام أعداء الله فينقله، أو أنه جاهل لا يدري شيئا. إذن الأعراب الذين يسكنون البادية، وهؤلاء لم يكونوا يسكنون في مكان محدد، يعني في البادية نعم، لكن اليوم قرب المدينة، غدا قرب مكة، بعد غد قرب كذا، يتنقلون رحل، ينظرون المواطن التي فيها أماكن لرعي أغنامهم وهكذا حتى ينزلوا فيها. بما أنهم متنقلون فكان يصعب على كل من يعاديهم أن يقاتلهم في مكان واحد. إذا هن مال محل، فقريش بمكة، خيبر في خيبر، اليهود في خيبر، أما هؤلاء أين سيجدهم؟ إذا جاء إلى هذا المكان قد يرتحلون إلى غيره، إذا جاء ذاك المكان قد يرتحلون إلى ثالث.
فلذلك كان أمر قتالهم صعبا، لذلك كان أيسر حل في التعامل معهم أن يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حملات تأديبية سريعة خاطفة تسرع التوجه إلى المكان الذي يقيمون فيه حتى لا يهربوا منه وينتقلوا إلى غيره. فهذا ما كان غزوة ذات الرقاع أشبه بهذا، بحملة تأديبية لضرب الأعراب. والأعراب يا أيها الأحبة هم الذين فعلوا فعلتين وفعلتين أو جريمتين نكراوين بحق المسلمين مرت معنا في السير. ما هما؟ نعم قل. الرجيع وبئر معونة. ماذا فعلوا؟ غدروا بالمسلمين فقتلوهم. في إحدى هذه القصتين قتلوا 10 من المسلمين، وفي الثانية 70 رجلا من المسلمين. أهل غدر، أهل جريمة، أهل حقد، أهل لؤم. فلذلك كان تأديبهم مطلوبا بشكل مستمر، فكان رسول الله بين الحين والحين يرسل من يؤدبهم. لكن كما قلت كثير من الحملات التي أرسلها لا تجد هؤلاء في ديارهم لأنهم متنقلون. مرة أرسل لي أخ أيضا يسألني، قال لماذا لم يرد رسول الله على من قتل الصحابة فيما أشرت في بئر معونة وفي الرجيع؟ قلت بل رد، ومرارا رد، لكن أكثر من مرة يرسل الصحابة ليقاتلوا هؤلاء فلا يجدونهم. روح دور عليهم في البراري، أين ستجدهم؟ دور عليهم في رؤوس الجبال، دور عليهم في، لن تجدهم. ومتنقلون في تلك الأعصر، لا يوجد وسائل، يعني ما في الجوال حتى أحدد مكانهم، شيء صعب. وفي الصحراء القاحلة حيث لا ماء ولا شجر. سبحان الله، خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد قتال الأعراب من غطفان، وهذه كانت القبيلة العربية القوية التي معظم أفرادها من الأعراب سكان البوادي، وينتمي إليها بطون كثيرة، سميت الغزوة باسمهم، محارب، أنمار، ثعلبة، وهكذا. خرج في 700 رجل من أصحابه وتوجه إلى الديار التي يقيم بها هؤلاء، وكانت على بعد يومين من المدينة في مكان يدعى النخل، اسم المكان هكذا. فلما وصل إليه وجدهم في انتظاره، كأنهم بلغه أنه يريد قتالهم فاستعدوا. فلما وصل إليهم صف أصحابه وجهزهم، واصطف هؤلاء يراقبون المسلمين، ثم بدأوا يتفرقون في عدة جهات. لذلك يشاء الله تعالى ألا يحصل قتال في هذه المعركة، في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع، وإنما تصاف المسلمون وأعداؤهم وأخاف بعضهم بعضا. في أثناء هذا التصاف يشاء الله تعالى أن تحين أوقات الصلاة، فماذا يفعل المسلمون؟ يريدون الصلاة، والعدو أمامهم ومتنوع، كما قلت في البداية كان أمامهم ثم تفرق وتعدد في عدة أمكنة، والصلاة مأمورون بها. ماذا يصنعون؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. ما صلاة الخوف؟ صلاة الخوف يا أيها الأحبة تشرع في أحوال البلاء والمعارك الشديدة، في أوقات البلاء وفي أوقات المعارك الشديدة. وشرعت هذه الصلاة حتى لا يفوت المسلمون على أنفسهم الجماعة. سبحان الله، كم صلاة الجماعة لها قيمة عظيمة عند الله تعالى، حتى يشرع لهم حتى في أمور القتال في الحروب أن يصلوها ولا يفرطوا فيها. ولصلاة الخوف أوجه عديدة، طرق عديدة تؤدى بها. فمثلا قد يكون العدو في جهة القبلة وقد لا يكون في جهة القبلة. وقد مر معنا في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، لكن كان العدو في جهة القبلة. أما اليوم في غزوة ذات الرقاع فلم يكن العدو في جهة القبلة، لذلك ستختلف طريقة أداء صلاة الخوف. ما دام في غير جهة القبلة، طيب إيش ده أساوي أنا؟
شلون ده أصلي؟ ده أصلي على القبلة اللي على غير القبلة وكيف أفعل؟ توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، هذه إحدى طرق أداء صلاة الخوف. توجه إلى القبلة وصف خلفه مجموعة من أصحابه فصلى بهم. في روايات أنه صلى أربعا، وفي روايات لأنهم كانوا مسافرين أنه صلى ركعتين. على كل، نعم، فصلى بطائفة من أصحابه ركعتين على رواية من صلى أربعا، صلى بهم ركعتين. قالوا باقي الصحابة، بقية الصحابة كانوا يراقبون العدو، مو ما هو في جهة القبلة، واحد هون واحد هون وخمسة هون وعشرة هون من كل الجهات عبراقبه، وهو صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحابه باتجاه القبلة، فصلى بهم ركعتين ثم بقي جالسا، يعني على التشهد الأول اعد. فقام القوم فأكملوا صلاتهم، اللي عم صلوا معه كملوا صلاة للأربعة، ثم سلموا وقاموا فأخذوا أمكنة بقية الصحابة الذين يراقبون. بقية الصحابة الذين يراقبون جاءوا فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال جالسا، فلما اقتدوا قام فصلى بهم ركعتين أخريين، ثم جلس للتشهد الأخير. فقاموا البقية الذين اقتدوا في الثالثة، فقاموا فصلوا ركعتين ورسول الله لا يزال جالسا ينتظرهم. فصلوا ركعتين مع ركعتيهم الأوليين فصاروا أربعا، ثم سلم بهم. سبحان الله. أقول ما الحكمة؟ أشرت لها الآن. ما الحكمة؟ صلاة الجماعة، ألا تفوت صلاة الجماعة حتى في أحلك الظروف. سبحان الله. وكان المشركون ينتظرون حين غر أو حين غر من المسلمين، يعني لحظة من منتبهين شان يهاجمون، فإذا بهم يرون المسلمين يصلون وبعضهم متفرق يراقب، ثم البقية فعجبوا قالوا ما شأن هؤلاء؟ شأن غريب هذول. سبحان الله، يعني يجمعون بين العبادة وبين المراقبة. سبحان الله. أيضا يا أيها الأحبة، حصل خلاف بين أهل العلم من أهل السير في توقيت حصول هذه الغزوة، هل كانت في السنة الرابعة أم في السنة السابعة؟ لا أريد الدخول في تفصيل لأنه ليس مهما كثيرا بالنسبة لنا يعني، لكن من باب العلم أنا دائما أحاول أن أركز من ناحية العلمية. نعم، لما خرج المسلمون إلى هذه الغزوة بما أنها كانت في أطراف البادية فقد اشتد الأمر عليهم. أخرج الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا لغزوة ذات الرقاع، قال فطال المسير علينا فنقبت أقدامنا فنقبت نعالنا ثم نقبت أقدامنا، فجعلنا نلف الخرق عليها فلذا سميت ذات الرقاع. إيش اللي صار؟ أبو موسى رضي الله عن هذا الصحابي يحدث، الطريق باتجاه الصحراء والأماكن الوعرة طويل، فاشتد الأمر عليهم، نعالهم كانت النعال يعني الأندراج من الله الأحذية كانت رقيقة فتمزقت. إيش ده يساوي؟ إذا واحد حذاء تمزق إيش يعملوا في سفر؟ فجعلوا يلفون الخرق على أرجلهم، هذه الخرق تحتمل قليلا ثم تنتقب مرة أخرى، حتى قال فنقبت أقدامنا، إجرين تبعجت من تحت. سبحان الله، رضي الله تعالى عنه. فنقبت أقدامنا فلذا سميت ذات الرقاع. هناك روايات أخرى في سبب تسميتها أنه كان جبل هناك فيه حجارة متنوعة. المهم، قال فلما ذكر هذا أبو موسى بعد قليل قال لمن حوله ما صنعت؟ أعمل هيك، ليش حكيت؟ ما صنعت؟ ما كان لي أن أذكر هذا. فنظر أصحابه ثم علموا ماذا يريد. هذا الرجل يريد في البداية لما حدثهم عن ذلك يريد أن يذكر لهم شيئا جرى له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشجعهم على الجهاد،
ثم خاف على نفسه أن يكون قصد بكلامه الرياء، مشان ما يقول لهم أنه أنا بطل، أنا شجاع، أنا مجاهد، أنا قدمت، أنا أجريت بعوجت في سبيل الله. خاف على نفسه أنه يجي الشيطان يقول له إيه، شرب على الناس وقول أنت بطل، أنت صحابي، أنت مجاهد، أنت. فحزن على نفسه فقال ما صنعت؟ قال كأنه خاف أن يدخله الرياء. الله، انظر إلى أصحاب رسول الله بما يفكرون رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، الرياء يا أيها الأحبة أمر خطير ودقيق، أخفى من النمل. النمل الناعم كيف يأتي ويدخل في البيوت ولا ينتبه الإنسان إليه؟ هكذا الرياء، يصلي الإنسان مثلا إماما، فإذا كان صوته حسنا يأتيه الشيطان فيقول الله، أقول عليه ما شاء الله على الصوت، هي راح السوا. طيب غيره، بقربي فقير ومعي أولادي أو أصحابي أو جيراني، خطر في بالي أن أتصدق، ثم جاء الشيطان فقال نعم زد المبلغ، ليقولوا ما شاء الله إيش هالكرام، ضاع الثواب. وقس على ذلك أمثلة كثيرة. ومن منا من لا يأتيه الشيطان ليذكره بمثل هذه الأشياء؟ مين إلا أن يكون يعني محاربا لنفسه في الليل والنهار، لأنه الشيطان يأتي بكل شيء. سبحان الله، يجري من ابن آدم مجرى الدم، في كل شيء يأتي، اعمل هيك شان يقولوا عليك، اعمل هيك شان يمدحوك، اعمل هيك شان يقولوا عنك أنك فاضل وصالح. سبحان الله، فخشي سيدنا أبو موسى على نفسه أن يكون قد دخله الرياء، لذلك تأسف على نفسه أن يكون ذكر للصحابة وهو يقصد هذا، ولعله لا يقصد لكنه خشي على نفسه هذا. حوادث غزوة ذات الرقاع يا أيها الأحبة ليست حوادث قتالية، لكن فيها عبر عظيمة جدا، وسآتي على تمامها إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، والحمد لله رب العالمين.